عندنا تكنيك وايد حلو، تمرين تي بار وايد معروف ومشهور وقوي من زمان يلعبونه الى الحين وايد قوي، ولكن دائما يلعبونه في حركه مثل كابتن راح يلعبها الحين في القبضه هذه الموجوده. لو تلاحظون ان حركه الايد دائما ضيقه وطول مسافه من اولها لاخرها هي ضيقه وقريبه من بعضهم، ولكن تكنيكنا راح يكون باستخدام الحبل. لما راح نستخدم الحبل بدل هذه القبضه الفي اللي مالت الضيجه، ايش راح تصير؟ ان انت بمقدورك ان تفتح ايدك، راح تفتح باستخدام الحبل، انت ايدك راح تفتحها مو مثل القبض بس بهذا الشكل، فبالتالي انت راح تستخدم عضلات الاوترز هم اللي قاعد يستخدمون اكثر من الداخلي. التمرين الاول بالقبضه الضيقه انت قاعد تستخدم العضلات الداخليه، هذا قاعد تستخدم كلهم حتى الاوترز.